ما أن تلقي الشمس خيوطها البيضاء على هذه الكثبان الرملية التي ترمي بحبيباتها الذهبية على امتداد الأفق حتى تنكشف لك أسطورة الجمال. هكذا تستقبلك ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، صورة فنية أبدعها الخالق بجمال طبيعي يجد فيها كل زائر ضالته من الاسترخاء. تنتشر بها مجموعة من المخيمات السياحية التي تمتاز بتفاصيل مكوناتها حياة البادية، حيث بيوت الشعر تنتشر هنا وهناك، وتوقد على مداخلها مواقيد الضيافة لتذوق معها طعم القهوة العربية. أحمد بن محمد المعمري من ولاية بدية محافظة شمال الشرقية.